السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده نقدر نعتبره دردشة كده سريعة عن النورمال اناتومي من خلال السيتي برين. وأول فيو هنتكلم عنه في الأكسل فيو، دي أول صورة أو هنتكلم عنها. بنلاحظ إن السريبرم بيتقسم لجزئين، ليفت سريبرال هيمسفير ورايت سريبرال هيمسفير. السريبرم عامة بيفصل ما بينه فيشر اسمه لونجوتيدينال فيشر، الخط اللي في النص ده اسمه لونجوتيدينال فيشر، بيستقر فيه فالكس اسمه فالكس سريبري. الفالكس سريبري عبارة عن طيات أو فولدس أو انحناءات من الديورا ماتر، من الأم الجافية، بيفصل ما بين الليفت سريبرال هيمسفير والرايت سريبرال هيمسفير. يبقى تاني اللي قدامنا ده، يبقى الجزء العلوي من السريبرم بيتقسم لجزئين، ليفت سريبرال هيمسفير ورايت سريبرال هيمسفير، بيفصل ما بينهم فيشر اسمه لونجوتيدنال فيشر، بيستقر داخل اللونجوتيدنال فيشر فالكس اسمه فالكس سريبري. بعد كده بننزل بالصور تحت شوية، ده الليفت سيريبرال هيمسفير والرايت سيريبرال هيمسفير. بيبدأ يظهر لنا اللاترال فنتريكلز، واللاترال فنتريكلز عبارة عن تجاويف بيتم تخزين وإنتاج السي اس اف داخلها، لأنها بتحتوي على شبكة من الأوعية الدموية والأعصاب. الشبكة دي اسمها كرويد بليكسس، اللي من خلالها بيتم إنتاج السي اس اف. أول حاجة بتظهر معانا هو الليفت سيريبرال، في الليفت سيريبرال هيمسفير بيظهر معانا الليفت لاترال فنتريكل والرايت لاترال فنتريكل، بيفصل ما بينهم حاجز صغير اسمه سيبتم بلوسيدم. واللاترال فنتريكلز عامة بيتكون من أربع أجزاء، الجزء الأمامي اسمه أنتيريور هورن، والجزء الخلفي اسمه بوستيريور أو أوكسيبتال هورن، الجزء الأمامي اسمه أنتيريور أو فرونتال هورن، والجزء الخلفي اسمه أوكسيبتال أو بوستيريور هورن. وأول حاجة بتظهر معانا فوق خالص بيطلق عليه اسم البادي، بدأ بادي، الجزء اللي قدام ده اسمه أنتيريور هورن، الجزء الخلف ده اسمه بوستيريور أو أوكسيبتال هورن، وتحت خالص بيكون موجود الانفيريور او التيمبرال هورن. بيحتوي طبعا على كرويد بليكسس، اللي هي الجزء الابيض ده اسمه كرويد بليكسس، اللي هي عبارة عن شبكة من الاعصاب والاوعية الدموية بيتم عن طريقها انتاج السي اس اف. يبقى ده الليفت لاترال فنتريكل وده الرايت لاترال فنتريكل، والحاجز اللي موجود ما بينهم اسمه سيبتم بوليسيدم. اللاترال فنتريكلز عامة بيتصلوا بالسيرد فنتريكل واللي موجود اسفلهم عن طريق فورامين او قناة اسمها فوريمن اوف لوشكا، لا اسمها فوريمن اوف مونرو، فوريمن اوف مونرو. ده السيرد فنتريكل، او قدامنا السيرد فنتريكل، المفروض ان هو بيتصل باللاترال فنتريكلز عن طريق زوج من القنوات اسمهم فوريمن اوف مونرو، الليفت لاترال فنتريكل والرايت لاترال فنتريكل، بيتصلوا الاثنين بالسيرد فنتريكل عن طريق قناتين موجودين في النص اسمهم فوريمن اوف مونرو. والسيرد فنتريكل بيتصل من اسفل بالفورث فنتريكل عن طريق قناة اسمها سريبرال اكويدكت او اكويدكت اوف سيلفياس. ادي الفورس فنتريكل، بينتهي هنا كده. بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها سبراكنويد سيسترنس. والسبراكنويد سيسترنس عباره عن احواض بيتم تخزين السي اس اف اللي هو السائل الدماغي الشوكي داخلها، لأنها بتحتوي على أعضاء بتمر منها زي الأعصاب أو الأوعية الدموية، لو حصل لها أي حاجة بتأذي المخ وتأذي الإنسان. أول سيسترن معانا
هو السيسترنا ماجنا. سيسترنا ماجنا بيكون موجود ما بين الليفت سيريبيلر هيمسفير والرايت سيريبيلر هيمسفير. بعد كده السيسترن ده اسمه بريبونتاين سيسترن، لان دي الجزء ده اسمه البونز، فبيكون قدامه سيسترن اسمه بريبونتاين سيسترن. البريبونتاين سيسترن بيتصل من الجانبين عن طريق سيسترن اسمه سيريبيلوبونتاين انجل سيسترن. سيريبيلوبونتاين انجل سيسترن نطلع فوق شوية فبيكون قدامنا الميد برين. الميد برين بيحتوي على سيسترن في المنتصف قدام اسمه انتر بيدانكلر سيسترن، لان ده البيدانكل بتاع الميد برين وده البيدانكل، فبيكون اللي جوه اللي في النص ما بينهم اسمه انتر بيدانكلر سيسترن. بيتصل من الجانبين بالانتر بيدانكلر سيسترن سيسترن تاني اسمه امبيانت سيسترن، يكون هنا الامبيانت سيسترن. خلف الميد برين بيكون فيه الكوادريجيمينال سيسترن. يبقى قدام الميد برين موجود الانتر بيدانكلر سيسترن، وخلف الميد برين موجود الكوادريجيمينال سيسترن، وعلى الجانبين موجود الامبيانت سيسترن. واخر سيسترن عندنا بيكون موجود فوق السيلا تيرسيكا. ادي عندك السيلا تيرسيكا هنا كده، ده الدورسام سيلي، بيكون موجود فوق السيلا تيرسيكا سيسترن اسمه سوبرا سيلر سيسترن.